من جديد، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إفشال مخطط للاستخبارات التركية يهدف لضرب الأمن والاستقرار في مدن الرقة ومنبج شمال سوريا. نتابع التقرير ومن ثم نخوض في التفاصيل. إطار مخططاته لضرب التعايش السلمي بين مكونات المنطقة وسعيه لإفشال مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لا يدخر الاحتلال التركي جهدا من أجل خلق الفوضى والاضطرابات في الشمال السوري. المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أعلن في بيان أن وحدات مكافحة الإرهاب في قسد تمكنت من إفشال مخطط لاستخبارات الاحتلال التركي يهدف لخلق الفوضى في مناطق الإدارة الذاتية عبر إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة إلى مدينة الرقة. وبحسب البيان، فقد تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب في قسد من ضبط كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة تم تجهيزها من قبل استخبارات الاحتلال التركي في مدينة تل أبيض المحتلة، ومن ثم نقلها إلى مدينة الرقة لاستخدامها في عمليات إرهابية في محاولة لضرب الاستقرار الذي تعيشه مناطق الإدارة الذاتية. البيان أوضح أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها 83 عبوة ناسفة معدة للتفجير وسلاح من نوع AK-47، إضافة لكميات كبيرة من الأسلحة الفردية والذخائر. وفي سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن قوات المجلس تمكنت من إلقاء القبض على خلايا تعمل لصالح قوات الحكومة السورية والاحتلال التركي في مدينة منبج شرقية حلب. وقال المركز الإعلامي إن وحدات مكافحة الإرهاب في مجلس منبج العسكري وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على عدة خلايا تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة بتوجيه من الحكومة السورية والاحتلال التركي. ولمناقشة هذا الموضوع من الشمال السوري ينضم إلينا حمدان العبد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. سيد العبد، مرحبا بك. ما أهمية كشف هذه المخططات اليوم من قبل قسد؟ تحية لك وللأخوة المستمعين والمشاهدين ولقناتكم الكريمة. نحن منذ بداية الأزمة السورية ونجد أن الدولة التركية هي راعية الإرهاب وهي الداعمة للإرهاب، وما عملت به إلا أنها بعد أن تم طرد آخر معاقلها في الباغوز داعش، وجدنا أن الدولة التركية كشرت عنيابة واحتلت أخرين وتل أبيض ورأس العنصر كامل. هذه كلها تعرضت إلى تدخل التركي من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل بسط نفوذه وعودة السلطنة العثمانية. لكن ما بعد هذا هي تتوجس وتتخوف من هذا المشروع الديمقراطي الأخوي ونتيجة تآلف وتآخي الشعوب، هي أرادت أن تجعل من هذه المنطقة بؤرة للتدخل إلى داخل الرقة وإلى شمال وشرق سوريا عامة، فعملت على تجنيد الخلايا الإرهابية مرارا وتكرارا. ولكن قوات سوريا الديمقراطية والاستخبارات الموجودة والعمل الدؤوب على أمن واستقرار المنطقة ألقت القبض على هذه الخلية التي أرادت أن تجعل المنطقة غير آمنة وتستهدف شخصيات ومراكز حكومية أو مراكز لمقرات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وكذلك لقتل أبناء الشعب في شمال وشرق سوريا نتيجة التفافهم حول الإدارة الذاتية. نحن لا نستغرب هذا من الدولة التركية من عملها الجبان ومن مشروع الأخوان الذي يعمد إلى فرض سيطرته ومن أجل زعزعة واستقرار المنطقة. لما اختارت الاستخبارات التركية برأيك الرقة ومنبج؟ طبعا الرقة ومنبج كونها موجودة على خط الفرات وكونها قريبة من الحدود التركية، وهذا ما رسمته خريطة تركيا التي تريد أن تبسط نفوذها من كسب من البحر المتوسط إلى الرقة ومنبج إلى حوض الفرات متجهة إلى الموصل وكركوك، وهذا الأمر هو يخيفها في الرقة وفي منبج نتيجة تماسك العشائر ووجودهم قرب الحدود التركية. طيب، لماذا في هذا التوقيت تكثر مخططات ضرب الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا؟ نتحدث الآن عن الرقة ومنبج وقبلها دير الزور. طبعا كل هذه الأمور التي حصلت في هذه الفترة
بعد أن تم الاستقرار وبدأ العمل بشكل المطلوب وأمن استقرار المنطقة والعمل على الخدمات وتقديم الخدمات اللازمة في هذه الظروف، وكون المجتمع الدولي قد بدأ شبه اعتراف ضمني بالإدارة الذاتية وقبول الإدارة الذاتية للمجتمع الدولي، نجد أن الدولة التركية تحاول أن تزعزع أول مرة الفتنة بين العشائر وبين القومية العربية والقومية الكردية، وتريد أن تزرع الفتنة. كذلك من الداخل السوري وجدنا هكذا أمور كما حصل في دير الزور، ولكنها فشلت، وعملوا فيها في منبج وفشلت، وعملوا فيها في الرقة وفشلت. لكن كل هذه الفشلات تنم عن قناعة الشعب، قناعة الشعب وتماسك الشعب بمبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك وعلى الأمن والاستقرار والانضمام كله للدفاع عن سوريا موحدة وليس عن شمال شرق سوريا، لكن هو شمال وشرق سوريا كون كل منطقة تعيش فيها. وكذلك ما أثار حفيظة النظام وحفيظة تركيا هو الوجود الأمريكي والاتفاقية الأمريكية التي حصلت، وكذلك أثارت حفيظة الدولة التركية الاتفاق الذي حصل ما بين مجلس سوريا الديمقراطي وبين حزب إرادة الشعوب في موسكو ومنصة موسكو. كذلك هذه أثار حفيظة تركيا وتريد أن تجعل هذه المنطقة غير آمنة وغير مستقرة. طيب بالتالي نتوقع استمرار محاولات الاحتلال التركي لضرب الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري؟ طبعا هذا منذ البداية، هي دائما تلعب على هذا الوتر، فسعت بكل جهودها من زعزعة الأمر، من زرع الخلايا، من بعث المتفجرات، من قتل الشخصيات، وكذلك الاحتلال إلى الفتنة، فما وجدت وسيلة إلا وعملت فيها. ولكن تماسك الشعب مع الإدارة الذاتية وقبول الإدارة الذاتية ومشروع الإدارة الذاتية هو أفشل تلك المخططات جميعها. طيب إلى أي مدى اليوم اللعب على وتر القومية بات مستهلك برأيك سيد العبد؟ قد لعبوا كثيرا من كافة الجهات، ولكن هذا الشعب عاش من أجل التاريخ، ولا توجد هناك حرب قومية بين الكرد والعرب، ولكن أرادوا أن يجعلوها حربا قومية، ولكن فشلوا في هذا الأمر نتيجة وعي الناس وتكاتف الناس والعيش المشترك ومن أجل التاريخ تواجد الكرد والعرب في هذه المنطقة. ما الذي يدفع إلى التماسك اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا سيد العبد؟ عفوا السؤال. طيب ماذا عن كيفية التماسك في مناطق شمال وشرق سوريا والحفاظ على الأمن والاستقرار؟ ما كلمة السر برأيك حول ذلك؟ الأهمية الكبرى هو بعد أن تتالت الأزمة السورية وتعاقبت الفصائل الإسلامية إلى أن وصلت إلى داعش، وبعدها تم التحرير على قوات سوريا الديمقراطية وإنشاء الإدارة الذاتية. ألو نسمع. ألو. تفضل. فهذا المشروع الإنساني الأخلاقي هو وجد ملامسة هموم كافة الشعب السوري، ووجد فيه هو الخلاص لسوريا جميعا وليس للشمال السوري. هذا ما أبداه هو تجاوب كل الشعب من كافة المكونات ومن كافة الإثنيات والديانات والالتفاف حول هذا المشروع، ووجدنا فيه يلامس كل هموم السوريين. فهناك من يقول انفصاليين، فنحن في مجلس سوريا الديمقراطية وفي الإدارة الذاتية دائما وأبدا ومنذ الانطلاق الأولى ندعو إلى وحدة سوريا، ولكن على دستور سوري يتفق عليه الجميع ويتساوى الجميع به بالحقوق والواجبات. طيب على الرغم من ذلك اليوم ما الذي قد يدفع بعض شبان المنطقة للتورط ومساعدة الاستخبارات التركية؟ طبعا منذ البداية عملت تركيا دس السم في العسل لأبناء سوريا عامة وخاصة شمال وشرق سوريا. هناك بعض الأشخاص الذين تم توريطهم من خلال دفع مبالغ مالية أو من دونها أو لبعض الأوهام التي زرعتها وحاليا تلعب على ورقة اللاجئين، إن كان في اليونان وإن كان في سوريا وإن كان في مكان. فأول مرة ابتدأت بحادث اللاجئين ومن ثم عملت على تجديد هؤلاء، بدل من أن أصبحوا كانوا ثوارا ويقولون الجيش الوطني وما يسمى الجيش الحر، الآن أصبحوا مرتزقة. كذلك جندت أمثال هؤلاء في هذه المنطقة. السؤال الآن يعني ما وجب اليوم شيوخ العشائر والوجهاء حيال في هذا السياق ولعدم انجرار الشباب وتورطهم في هذه المخططات؟ طبعا لاحظ شيوخ العشائر والوجهاء من الاحترام والتقدير بكل رموز المجتمع والمثقفين في الإدارة الذاتية، ووضع كيان لهم واحترامهم على أساس الأخوة وعلى أساس مبدأ التعايش. فرمز العشيرة هو محترم، وكنا أبناء عشائر، وهذه سوريا شمال وشرق سوريا كلها عشائر. فمن هذا المنطلق أن العشائر ترفض كل التدخلات الخارجية إن كانت من الداخل أو الخارج لزرع الفتنة أو
للقيام بأعمال إرهابية أو زعزعة الأمن والاستقرار. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الشمال السوري. حمدان العبد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. بعد الفاصل، مكب النفايات في حي الهلالية بمدينة القامشلي مسألة تنتظر الحل.